شرع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اليوم الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سمسيلتا قصد الوقوف على عديد المشاريع التي تخص القطاع ومعاينة بعض الأقطاب الحضرية التي لا تزال قيد الإنجاز على غرار القطب الحضري بومنقوش ومشروع التهيئة الحضرية بوسط بلدية خميستي، حيث كان في استقبالها ولولاية سمسيلتا بوازيد فتحي. وتأتي زيارة وزير السكن بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ البرامج التنموية التكميلية الخاصة بولايات الجلفة وخنشلة وتندوف وتسمسيلتا. قامت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار صباح اليوم بعملية توزيع أولى القرارات الاستفادة المؤقتة من العقار الاقتصادي، حيث تم منح 97 قرار استفادة بمبلغ إجمالي قدره 208 مليار دينار. وأكد مدير الوكالة عمر ركاش بالمناسبة أن السلطات العليا أولت أهمية بالغة للتطبيق الميداني لنصوص الاستثمار، وهذا ما عكفنا على تجسيدها، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يأتي ليبرهن عن صدق الإرادة وأن الإصلاحات ليست بالشعارات الجوفاء بل واقع. ووصل عدد المستفيدين، يقول ركاش، من 17 ولاية معنية بهذه المرحلة 97 مستفيدا التزموا بخلق ما يفوق 16,000 منصب عمل، واعتبر هذا الأمر بالإيجابي جدا ويبعث على الارتياح، خاصة وأن هناك رغبات كثير عبر عنها مستثمرون ينتظرون المرحلة القادمة من النشر عبر المنصة. أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني على حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة. وحسب بيان للمجلس، فقد انصبت تدخلات أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز تواجد المؤسسات الناشئة في الوسط الريفي مع منح قروض لشباب هذه المنطقة، وضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في ترقية اقتصاد المعرفة والتبسيط أكثر في إجراءات إنشاء المشاريع الابتكارية. كما تساءلوا عن إجراءات إنشاء الصندوق الجزائري للابتكار مع صناديق الاستثمار الأجنبية، مبرزين ضرورة مراجعة القانون التجاري وكذا فتح مكاتب لوكالة أناد في بعض المناطق الجنوبية. أشاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بوفرة مختلف المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان وبأسعار في متناول الجميع، حيث وصلت إلى أكثر من 20 نوعاً وبجودة عالية. وجاء في بيان للاتحاد أن الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة أمينها العام ديلمي عبد اللطيف تعبر عن امتنانها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاهتمامه البالغ بالقطاع الفلاحي خلال دعمه المطلق للفلاحين بدءا بالتعويضات وكذا التحفيزات المقدمة للمتضررين من الفيضانات والآثار المترتبة عن الجفاف. كما عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد في ذات البيان عن امتنانها وشكرها وتقديرها لعمل الفلاحين الدؤوب كاعتراف منها بعملهم المساهم والمدعم للأمن الغذائي. أكد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر خالد زرات أن مجمعه يسعى إلى تنويع نشاطاته خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028، وذلك من أجل تحسين النوعية وتغطية شبكاته والاستثمار في أسواق جديدة. وأوضح زرات في حديث صحفي قائلاً: لقد ركزنا جهودنا على الصوت والبيانات، إلا أن الوقت قد حان لتنويع نشاطاتنا، والهدف من ذلك هو تحسين النوعية وتغطية الشبكات عبر البلاد والرفع من قدرات شبكات النقل الوطنية والدولية وتعزيز أمنها.
مضيفا أن المجمع يسعى إلى إنجاز منشآت متينة لمراكز البيانات من أجل إيواء حلول لخدمات الصناعة الرقمية على غرار الكلاود والبث التلفزيوني عبر الإنترنت والفيديو حسب الطلب وإنترنت الأشياء. وبشكل عام ما يعرف بكل شيء كخدمة التي تستجيب لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي من شأنها جلب المزيد من الاستثمارات.